حضرتك شايف إن إحنا محتاجين مراكز في أفريقيا كلها توازي مركز القاهرة لحفظ السلام وفض النزاعات، أم أن المركز يعني ربما يسعى لأنه يكون في وجود حقيقي ليه من خلال مكاتب رسمية أو من خلال وجود كيان في أفريقيا؟ لا، إحنا مركز مصري إنما له دور إقليمي، له دور دولي، بيدير شبكات مختلفة. يعني مركز القاهرة هو له الرئاسة المشتركة للشبكة الأفريقية لمراكز السلم في القارة الأفريقية، شبكة اسمها Net for Peace. فنحن نتعاون مع مراكز أخرى في أفريقيا، وأيضا في الفترة الأخيرة مركز القاهرة بدأ ينقل نشاطه التدريبي في الدول الأفريقية ذاتها. يعني أصبحنا يعني نعمل في الدول الأفريقية في إقامة الدورات التدريبية وبناء القدرات وورش العمل. فده يعني رد على سؤال، يعني إحنا مركزنا القاهرة إنما متواجدين في القارة الأفريقية في مختلف الدول، وبنتعاون مع مراكز أخرى ونرحب يكون في مراكز أخرى في أفريقيا إنما تتعاون معا وتعمل معا في من خلال منصات زي منتدى أسوان. حضرتك مسكت المركز أو توليت رئاسته في مرحلة صعبة جدا على المستوى الإقليمي والدولي، إيه أهم الملفات اللي حضرتك ستفخر أنك قمت بتنفيذها أو بفتح النقاش فيها أو بتسليط الضوء عليها على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والجيوسياسي؟ شكرا جزيلا. فعلا المنتدى بعد أول نسخة في 2019 حصلت جائحة كورونا، فالنسخة الثانية انعقدت في ظروف صعبة في إطار افتراضي، كان في تحديات فعلا للمحافظة على استمرارية المنتدى. فاستمرارية المنتدى ودلوقتي رابع نسخة، ده إنجاز في حد ذاته. من الموضوعات الهامة جدا اللي طرحها في الفترة الأخيرة منتدى أسوان تغير المناخ،